تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم الافتتاح الرسمي للأكاديمية السلطانية للإدارة في حي الوزارات بالخوير. فلدى وصول جلالته أيده الله إلى مقر الأكاديمية تشرف باستقباله كل من معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة، وسعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة وأعضاء مجلس الأمناء بالأكاديمية. عقب ذلك تفضل جلالة السلطان المعظم بوضع المفتاح الرمزي على مجسم البوابة إذانا بالافتتاح الرسمي للأكاديمية. بعدها قام جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بجولة شاملة في أروقة الأكاديمية، مستمعا أعزه الله إلى موجز عن المبنى الذي صمم بناء على أعلى المعايير التي تلائم الدور المحوري للأكاديمية. فتم التركيز على توفير بيئة عمل وتعلم ملهمة تحفز الإبداع والتفكير وتبادل المعرفة وتعزز تجربة التعلم والابتكار، حيث يشكل مبنى الأكاديمية تجربة يمكن الاستفادة منها في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما التقى جلالته خلال جولته بأعضاء المجلس الاستشاري الدولي للأكاديمية السلطانية للإدارة. ويتكون المبنى من 5 أدوار تتنوع مرافقه بين مساحات العمل المشتركة ومساحات التعلم والتجربة ومختبرات للأفكار وقاعات للاجتماعات، فيما خصص دور كامل لمركز القيادات. ورعي في التصميم إيجاد بيئة عمل تأخذ أبعاداً 3: بيئة صحية من الناحية الجمالية وتوزيع الإضاءة والمساحات الخضراء، وبعد ذكي بدمج التكنولوجيا بكافة المرافق وتطوير نظام تقني متكامل ووجود كبسولات للاجتماعات لعقد الاجتماعات الافتراضية، وبعد تفاعلي بوجود المساحات التشاركية المتنوعة التي تتيح الحرية والمرونة للموظفين بعيداً عن فكرة المكاتب الثابتة. وفي ختام الزيارة السامية الكريمة تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فتقبل هدية تذكارية من الأكاديمية السلطانية للإدارة، تشرف بتقديمها لجلالته سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية، حيث جسدت الهدية التذكارية بوابة الافتتاح الرسمي للأكاديمية.
حضر حفل الافتتاح الرسمي بمعية جلالته عدد من أصحاب السمو والمعالي ورئيس مجلسي الدولة والشورى وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري الدولي للأكاديمية. Thank you.